وبالعودة لشأن الفلسطيني وللحديث عن الأسبوع العالمي للقدس وأهميته في هذا التوقيت والاستعدادات، ينضم إلينا من الدوحة عبر خدمة زوم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، ما الذي يمكن أن يقدمه أسبوع القدس العالمي لقضية القدس وفلسطين بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة لنا. ثانيا، لا يخفى على الجميع أن قضية الأقصى والقدس قضية جوهرية وأساسية في عقيدتنا وفي تفكيرنا وفي هويتنا وفي كياننا وفي وجودنا وفي صراعنا، بالإضافة إلى الأهمية القرآنية التي ربط القرآن الكريم بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجعل المسجد الحرام المبتدأ، البداية والنهاية التي ينطلق منها الرسول صلى الله عليه وسلم للمعراج هو المسجد الأقصى. وبالتأكيد هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا المكان، بالإضافة إلى أنه ثاني المسجدين من حيث التاريخ. أول مسجد بني كما ورد في صحيح البخاري الكعبة المشرفة، ثم بعد 40 سنة المسجد الأقصى، وهي قبلتنا الأولى ولها حقيقة يعني مميزات لا تعد ولا تحصى. فضيلتكم، يعني الملاحظ أن هناك غيابا تاما للمؤسسات الرسمية الحكومية العربية، وهذه الفعالية مقتصرة على المؤسسات العلمائية، ما السبب في ذلك فضيلتكم؟ السبب مع الأسف الشديد، بعدما كانت هذه القضية، قضية فلسطين بصورة عامة حتى، وقضية الأقصى والقدس بصورة خاصة، كانت قضية العرب وقضية المسلمين ولا سيما على مستوى السياسة، ووصلت بالمناسبة واستفاد منها الانقلابيون العسكريون من هذه المسألة. وكم من انقلاب جاء باسم القدس وباسم تحرير الأقصى، ومع ذلك لم يكونوا صادقين مع الأسف الشديد. اليوم هذه الصفحات كلها مع الأسف الشديد أو معظمها طويت، وبخاصة على مستوى عالمنا العربي إلا قليلا. وشهدنا في الفترة الأخيرة التشجيع بدون أي تبرير للتطبيع والتطبيل، وكذلك وحتى التطبيع الشعبي والتطبيع الاقتصادي الذي فشل في الدول الكبرى مثل مصر وأردن. حاولت إمارات وحاولت مع الأسف الشديد أيضا بحرين وبعض الدول الأخرى أن يصلوا إلى هذا المستوى، طبعا الشعوب ترفض ذلك. وحينما أخي الحبيب ومن خلالك جميع إخواني وأخواتي، حينما يضعف الاهتمام من جانب السياسيين، بصراحة يقع العبء على العلماء وعلى الشعب أكثر. وحتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول يعني إذا تخلى الأمراء عن واجبهم فيجب على العلماء أن يقوموا بقدر ما يستطيعون. فلذلك فعلا هذه هي قضية الأمة، ولكنها نحن كعلماء يعني في الاتحاد العالمي وفي هيئة العلماء، وفي حوالي تقريبا معنا 20 هيئة علمائية بفضل الله تعالى، كلنا الحمد لله اجتمعنا. وما طلبنا بصراحة، سبحان الله أخي الحبيب، ما طلبنا من هيئة علمائية شعبية إلا ويعني استجابت بسرعة، بينما أرسلنا حتى من باب إقامة الحجة أرسلنا رسائل إلى وزراء الأوقاف وإلى المسؤولين وإلى هيئات كبار العلماء ومش عارف كذا، ولكن بالعكس حتى الرد الجميل لم يرد علينا مع الأسف الشديد. فلذلك نحن لا يهمنا بصراحة، هذا أنا في اعتقادي وفي اعتقادنا جميعا، هذا شرف من ساهم فيه فهو يكون له الشرف، كما قال
المستشار الأساسي للسلطان ألب أرسلان في المعركة المعروفة التي جاء إليها الروم بجيش كبير، وكان مترددا في البداية السلطان، فقال له هذا العالم الجليل البخاري اسمه، قال يا سلطان، ثم بعدين لما شاف متردد حذف كلمة سلطان، قال يا ألب أرسلان، إن قافلة الدعوة والجهاد بك وبغيرك فليكن لك شرف المشاركة فيها، وإني لأرجو الله أن يكون الله قد كتب في نصيبك هذا النصر. فنحن نتمنى من الله أن يكون لنا شرف المساهمة بكل ما نستطيع في خدمة قضايانا، وعلى رأسها قضية الأقصى وقضية القدس. فضيلتكم، تعتقدون يعني أن أسبوع القدس العالمي بمثابة ثورة علمائية وشعبية بالضد من تطبيع الأنظمة العربية مع إسرائيل؟ بالتأكيد. يعني خاصة استجابة الشعوب واستجابة العلماء، وبخاصة في المناطق يعني متحررة مثل أوروبا أيضا بالمناسبة، كذلك البلاد الأفريقية أمس كانوا معنا، فهم كلهم قرروا بأن تكون خطبة الجمعة في الأسبوع، في هذا الأسبوع يصادف يوم 12/3/28 رجب، هذه الخطبة مخصصة، بالإضافة من أمس بدأت حقيقة المهرجانات واللقاءات من المغرب ومن السنغال ومن دول أفريقية أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف يستمر حقيقة وشاء الله حقيقة، كما لا يخفى عليك هناك يعني بعض الدول تبنت يوما للقدس، ويعني لكن احنا حقيقة لما أنا شخصيا قبل شهرين لما فكرت فقلت لماذا لا يكون الأسبوع الذي انتصر فيها صلاح الدين لا يكون أسبوع القدس؟ أولا يحيي فينا روح الأمل بأن صلاح الدين وجيشه المكون من الأمة الإسلامية، هو كان يريد هكذا، جاب من المغاربة، جاب من أفارقة، جاب طبعا من العراق هو الأساس، وجاب من شرق تركيا، وجاب طبعا من مصر ومن الشام طبعا الأساس، جمع كذا لأنه قال هذه معركة الأمة، يجب أن تشترك فيها الأمة، حتى هكذا كان. فلذلك إحنا إن شاء الله أمتنا من ناحية الشعبية تشترك فيها وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم أن المصيبة كانت عظيمة، كما هو يقول حولي ومن حولي إلا قلة قليلة من هؤلاء الأمراء كلهم مرتبطون بالصليبيين ومرتبطون، هذا كلام صلاح الدين حي، وينقل عنه يعني علماء مثل الأنصاري لما كتب عنه قال لما اجتمع قال هذا الذي أنا يؤلمني، أن هؤلاء الذين كنا نثق فيهم وجدنا لهم علاقة مع الصليبيين. فسبحان الله، هذا ليس التاريخ يعيد نفسه، وبعد حوالي 90 سنة نصره الله. فلذلك نحن كعلماء هذا واجبنا أن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا هذه الروح القوية التي حقيقة تساعدنا حتى في قضايانا الأخرى، بحيث لا نصاب باليأس في الانتصار في كل مكان، في يمن، في سوريا، في العراق، في كل الأماكن احنا متفائلون بالخير بإذن الله تعالى. بنظرة استشرافية، فضيلتكم تعتقدون أنه سيكون هناك ربما يعني دور إنساني واجتماعي في مساندة الشعب الفلسطيني بعد هذا الأسبوع؟ إحنا خلال هذا الأسبوع وبعد الأسبوع نحاول أن يكون هناك فعلا جهود كل بمقداره، يعني الآن أنتم سبقتم جزاكم الله خيرا، الجهود الإعلامية مهمة جدا جدا، يعني لأن يكون هناك تغطية لهذا الأسبوع، وطبعا لأنه ولذلك يعني أنا كنت سابقا أقف عند هذه الكلمة سبحان الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن الكريم لم يوصف الجهاد في القرآن بالكبير إلا جهاد الإعلام، وهو جاهدهم به أي بنشر القرآن وإعلام الدعوة، هو إعلام، فلذلك إعلاميون، كذلك أيضا إخواننا أصحاب الأموال والجمعيات الخيرية، وطبعا هناك مجالات، من لم يستطيع أن يساهم في جانب يستطيع أن يساهم مثل ما تفضلتم في الجانب الإنساني، في الجانب الإغاثي، في الجانب إبراز الحقائق، وحتى لنا تواصل من خلال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات مع الغرب، هناك يعني حقيقة مؤسسات
غربية أبدت استعدادها أيضا للمساعدة في الجانب الإنساني، وبخاصة لهؤلاء الذين يخرجون من ديارهم وتدمر بيوتهم، وكذلك من ناحية الإغاثية والناحية الصحية، فكل في مجاله، المجال واسع جدا. نعم، هذا أحد أهداف هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. فضيلتكم، واحدة من أهداف هذا الأسبوع هو الترويج للقضية الفلسطينية على أوسع نطاق، لكن فضيلتكم، هل باتت القضية الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات ما يمر به العالم العربي والإسلامي بحاجة لهذا الترويج؟ أي نعم أخي الكريم، هاي الإشكالية، وأين إشكالية؟ هم يعرفون أعداء الإسلام ما كانوا يمكن أن يواجهوا أمتنا الإسلامية وأمتنا العربية بصراحة لو كانت أمتنا لم يكن عندها مشاكل سياسية، ولم تكن عندها مشاكل اجتماعية، ولم يكن عندها الفقر، ولم يكن عندها المرض، ولم يكن كذا. لكن أشغلنا، يعني الآن أنا وصلتني كثير من الرسائل حتى من يمن، من العراق، من يعني إلى مكتب الاتحاد، يقول يا جماعة والله نحن نحب لكن مشغولين بأنفسنا. فعلا شوف، أشغل العراق لا يخفى عليك، وأشغل يمن، وأشغل سوريا، وأشغل لبنان، تقريركم ما سمعت إليه تقرير حقيقة متميز. نعم. وأشغلت ليبيا، وأشغل وأشغل، ليش أشغلت يا إخوة الكرام؟ حقيقة أحد الأهداف حتى تنشغل عن قضايا الأمة وتنشغل بلحمة العيش وتداوي يحصل لقاح كورونا ولا ما يحصل، هذا هو ليس. لكن نعم، نحن ما خلقنا لهذا. نعم. خلقنا عزاء رماء، يعني تسمو أرواحنا على هذا، لكن أشغلنا وناس إلى حد كبير أشغلوا بهذه القضية، وكلها مقصود بها أن تنشغل الأمة عن قضاياها حقيقة، عن جميع قضاياها، ولكن على رأسها قضية فلسطين، منها قضية الحكم السليم، الحكم الرشيد، منها قضية الحريات، منها قضية هذا الفساد والسرقات. وأنا كاقتصادي والله يتقطع قلبي لما أرى بعض الدول، أخي الكريم وقريب منا ومنكم، نسبة الفساد تصل إلى 90%، 90%، يعني الشعب المسكين يعيش على 10%، يصل إلى 10%، و90% تدخل في جيوب هؤلاء الفاسدين. هذا ليست هذه قضية كبرى مثلا، قضايا الحرية. فلذلك كل هذه القضايا تشغل يعني بالقتل، بالتعذيب، بالسجن، بالإذلال، بالكذا، حتى تنشغل الأمة عن قضاياها الأساسية، حتى لا تتقدم هذه الأمة وهي قابلة، عندها استعداد كامل للتقدم. والله أمتنا الإسلامية وأمتنا العربية ليس لها أي مشكلة في التقدم، لكن مشكلتها في هذه المشاكل، في السياسة، في الفساد، في إبعاد الشباب عن إبداع وما أشبه ذلك. فلذلك فعلا نحن أبعدنا، فلا بد أننا نعيد الأمة بقدر ما نستطيع، والله يكون معنا قبل كل شيء، وأنتم كإعلاميين أيضا، وكذلك بقية شرفاء الأمة، وهم الأكثرية لعلمكم، الأكثرية الكاثرة من هذه الأمة هي مع الحق، لم تشغله حتى رغم جراحه، لم تشغله عن قضية فلسطين. نحن هؤلاء الإخوة في مصر لما صارت بعض القضايا، قال يا أخي الكريم إذا أنتم تريدون تتخلصوا منا، يعني أطلقوا سراحنا ونحن نذهب إلى سيناء، إلى أي مكان. فالأمة لا تنسى، لأن نعم، يعني الحمد لله لا زالت لديها، لكن نحتاج إلى أن من يجمع هذه الأمور، ومن يغرس هذه العقيدة، ومن يذكر فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من الدوحة عبر خدمة زوم، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور علي قرداغي، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ.